التقييم. هذه أيضا تجربة موجودة بالكتاب تقدر ترجع لها تقرأها، أنا وضحت لك إياها هنا حتى الشرح يكون أوضح. الأدوات عندي هنا ورق مقوى يعني كارتون، عدة بوصلات مغناطيسية، سلك غليظ، مفتاح كهربائي، برادة حديد، بطارية فولتيتها مناسبة. هذه هي الأدوات: ورق مقوى وسلك، بطارية فولتيتها مناسبة، مفتاح، بوصلات، وهنا أنا عندي برادة الحديد مثل موضحة بالشكل. خطوات العمل: يقول نمرر السلك خلال الورقة ونربط الدائرة الكهربائية. هذا السلك مررته من خلال هذه الورقة وربطت الدائرة الكهربائية ببطارية ومفتاح. ننثر برادة الحديد على الورقة حول السلك وننقر على الورقة نقرة خفيفة. هذه برادة الحديد جبتها نثرتها على الورقة، ومن ثم أجي بهدوء راح أنقر على الورق المقوى حتى أشوف شنو اللي راح ألاحظه. نلاحظ تكون برادة الحديد على شكل حلقات، هاي تركز عليها، على شكل حلقات دائرية حول السلك مثل ما موضحة بهذا الشكل. برادة الحديد تشكلت بشكل حلقات دائرية حول السلك. نكرر الخطوات أعلى بوضع بوصلات بدل البرادة. شنو راح نشوف؟ يعني هنا أنا خليت قلنا برادة حديد، شفت إنه شكل خطوط المجال المغناطيسي بشكل دوائر حلقات دائرية وين؟ حول السلك. بدلت برادة الحديد ببوصلات. شنو الفائدة؟ ليش أنا مرة استخدمت برادة حديد ومرة أخرى استخدمت بوصلة؟ برادة الحديد وضحت لي شكل خطوط المجال المغناطيسي. مثل ما مر علينا سابقا طلاب بالفصل الثاني، شكل الخطوط المجال المغناطيسي هي خطوط غير مرئية، احنا ما نشوفها، لكن احنا شلون قدرنا نستدل على انه هي خطوط مغلقة؟ قدرنا نستدل عليها من خلال برادة الحديد اللي استخدمناها بالتجربة. اذا انا برادة الحديد فادتني حتى اشوف شكل خطوط المجال المغناطيسي. البوصلة شنو فائدتها بالتجربة؟ البوصلة حتى تحدد لي اتجاه المجال المغناطيسي في هذه الحالة، في حالة السلك المستقيم. فهنا منكرر الخطوات أعلى بوضع بوصلات بدل البرادة حتى شنو؟ حتى يعرف شلون رح يكون اتجاههم. احنا عرفنا شكلهم، شكلهم حلقات دائرية. هسه أنا رح استخدم البوصلات حتى أحدد الاتجاه. فهنا يقول نكرر الخطوات بوضع بوصلات بدل البرادة، ستتشكل دائرة مركزها السلك، ونلاحظ من خلالها انه اتجاه القطب الشمالي لإبرة البوصلة يكون دائرة مركزها السلك. تمام، اجي على الاسئلة اللي راح نقدر نسألها على هذه التجربة وكذلك اجوبتها موجودة. سؤال: ماذا نستنتج من التجربة اعلى؟ شنو راح نستنتج؟ شنو استنتجنا؟ الجواب: اولا إن المجال المغناطيسي المتولد يكون على شكل دوائر مثل ما موضحة بالشكل، متحدة المركز مركزها السلك، يعني السلك هذا يمر بمنتصفها، مركزها السلك المستقيم وعمودية عليه. هذه الدوائر تكون عمودية على السلك المستقيم. اثنين، اتجاه الأقطاب الشمالية لإبر البوصلات يمثل اتجاه المجال المغناطيسي. ليش؟ لأن احنا مسبقا مر علينا بالفصل الثاني انه الأقطاب او خطوط القوى المغناطيسية تنبع من القطب الشمالي متجهة باتجاه القطب الجنوبي. هذه احنا اخذناها المعلومة مسبقا بالفصل الثاني اللي هو كان المغناطيسية. سؤال آخر: كيف يمكن تحديد اتجاه المجال المغناطيسي المتولد من مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم؟ هذا السؤال طبعا جاي بالوزاري. يقول لك كيف ممكن تحدد اتجاه المجال المغناطيسي المتولد من مرور تيار كهربائي في سلك؟ انتبه هنا شي يريد من عندك
شكل المجال المغناطيسي المتولد حول سلك مستقيم. ليش هنا نركز؟ لان اني راح يمر علي حلقة دائرية وراح يمر علي ملف. فهنا شنو راح يكون الجواب؟ الجواب هنا راح يكون باستخدام قاعدة الكف اليمنى فقط. يا كف اليمنى يعني ما يصير بإيدنا اليسرى. دا يقول لك هي هاي قاعدة اسمها قاعدة الكف اليمنى، حيث يشير الإبهام إلى اتجاه التيار الكهربائي مثل ما موضح عندي بالشكل. يشير الإبهام يعني تخيل هذا القلم، تخيله هو السلك اللي يمر بيه تيار كهربائي. وين إيدك اليمنى؟ هذه إيدي اليمنى، أجيبها ألفها بهالشكل. شو راح ألاحظ؟ راح ألاحظ إنه الإبهام يمثل اتجاه التيار، الإبهام يمثل اتجاه التيار الكهربائي، ولفة الأصابع راح تمثل لي اتجاه المجال المغناطيسي. تمام؟ مثل بالضبط ما موضح بالشكل اللي موجود هنا. يقول لك شلون تحدد اتجاه المجال؟ جواب بكل بساطة باستخدام قاعدة الكف اليمنى، حيث يشير الإبهام إلى اتجاه التيار الكهربائي، أما اتجاه لفة الأصابع فإنها تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي. إذن هذا هو المجال المغناطيسي مثل شكل لفة الأصابع. واضح اللي هنا عيني هذه التجربة. راح أنتقل بعدها إلى باقي الأسئلة. هنا الأسئلة اللي موجودة عندي يقول سؤال ما هي العوامل التي يعتمد عليها مقدار المجال المغناطيسي المتولد حول سلك مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي مستمر؟ شنو العوامل؟ هذه العوامل طبعا موجودة بالكتاب ومرقمة، يعني هذه مو أنا رقمتها، من تقرأ إن شاء الله بالكتاب راح تشوفها هي موجودة أولا ثانيا ثالثا. شنو العوامل يعتمد عليها مقدار المجال المغناطيسي؟ يعني أنا المجال المغناطيسي اللي تولد عندي على شنو يعتمد؟ يعتمد على أولا مقدار التيار الكهربائي، اثنين البعد عن السلك، وثلاثة اتجاه التيار الكهربائي. شلون؟ اولا مقدار التيار الكهربائي، حيث يزداد مقدار المجال المغناطيسي اي زيادة عدد خطوط المجال المغناطيسي بزيادة التيار الكهربائي. يعني اني كل ما زيدت التيار الكهربائي راح شي يزيد عندي بالمقابل، راح ازيد مقدار المجال المغناطيسي. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية البعد عن السلك، حيث يزداد المجال عند الاقتراب من السلك ويقل كلما ابتعدنا. الدوائر اللي حكينا عنها مسبقا قلنا هذه دوائر مركزها السلك، كل ما أكون قريبة من السلك، هذا هو السلك لنفرض هذا السلك، كل ما أكون قريبة من السلك الدوائر اللي هنا راح تكون أكثر من كل ما أبتعد، كل ما أبتعد راح تقل عندي. النقطة الثالثة اتجاه التيار الكهربائي، شلون أحدده؟ اللي يحدد لي اتجاه المجال المغناطيسي هو اتجاه التيار الكهربائي، يعني قطبية البطارية مثل ما وضحها العالم أورستيد بتجربته السابقة. تمام؟ إذن هذا سؤال مهم. يقول لك شنو العوامل اللي يعتمد عليها مقدار المجال المغناطيسي المتولد حول سلك مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي مستمر؟ هذه ثلاث نقاط موضحة عندك. أجي هنا أنا عندي ملاحظات كذلك موجودة، أريدك تركز لي عليها لأن ملاحظات مهمة. أولاً عندما يكون اتجاه التيار الكهربائي مقترباً من القارئ، يعني أنت هسه دا تقرأ اتجاه التيار الكهربائي مقترباً من القارئ أو الناظر، أي خارج من الورقة، دا يقترب لك يعني خارج من الورقة باتجاهك. تمام؟ بهالشكل. إذا أجي بهالشكل أجيب إيدي الكف اليمنى وهذا أمثله كأنه هو السلك، وهذا هو اتجاه التيار الكهربائي، فاتجاه التيار الكهربائي رح يكون للأعلى حيث الإبهام يمثل لي التيار الكهربائي. لفة الأصابع، إذا تشوف لفة الأصابع شلون صايرة، لفة الأصابع رح تكون عكس اتجاه عقارب الساعة. شوف هذه النقطة تمثل اتجاه التيار الكهربائي للأعلى، هذا السهم يمثل لك اتجاه المجال المغناطيسي عكس عقارب الساعة. عقارب الساعة شكل تمشي، ايش راح يكون اتجاه المجال عكس عقارب الساعة؟ تمام.
عندما يكون اتجاه التيار مبتعدا عن القارئ بهالشكل، يعني التيار ده يدخل الورقة بعيد عنك. أيضا استخدم الكف اليمنى، هذا الإبهام يمثل التيار الكهربائي، وبهالشكل لفة الأصابع راح تكون بشكل عقارب الساعة مع اتجاه عقارب الساعة. هذه أيضا الرسوم موجودة بالكتاب، وهذا توضيح لهذه النقاط، لأنه ممكن يقول لك بسؤال وضح كيف يكون شكل خطوط المجال المغناطيسي لسلك كهربائي يمر فيه تيار كهربائي مقتربا من الناظر أو القارئ أو خارجا من الورقة. راح بكل سهولة تستخدم إيدك اليمنى، قاعدة الكف اليمنى، حيث الإبهام يمثل اتجاه التيار الكهربائي ولفة الأصابع تمثل لي اتجاه المجال المغناطيسي، فبهالحالة المجال راح يكون عكس عقارب الساعة. أما لو كان التيار الكهربائي متجه نحو الورقة داخل الورقة، فاتجاه لفة الأصابع راح يكون باتجاه عقارب الساعة. أتمنى هذه الملاحظات تكون واضحة. أجي هسه لأكمل باقي